بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أعزائي وحبيبي متابعينا الكرام، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. فيديو إن شاء الله هيكون ممتع، وأنا شايف إن هو من أهم وأحلى وأحسن الفيديوهات اللي هتبقى على القناة. عرضنا لحضراتكم فكرة وفيديو عن البط وتربية البط والاختلاف بين كل نوع ونوع وأنواع وأسعار البط. لقينا متابعين كتير جدا جدا بيتكلموا عايزين يعملوا مشروع البط، لكن في حيرة من بعض الناس، نربي بط مسكوفي ولا بط مولر. وانا الحقيقة ما بحبش ادي رأيي، علشان يعني ايه اسيب كل واحد له حرية الاختيار. انا بعرض لحضرتك مميزات وعيوب كل نوع، وحضرتك اللي بتقرر في الاخر. النهاردة قبل ما نتكلم عن البط المسكوفي والبط المولر وايه الفرق وانه الاحسن، احنا بنقول ان البط البلدي اللي هو في الصورة قدامنا ده، البط البلدي هو ملك الطيور وانظف بط ربنا سبحانه وتعالى خلقه، واطعم واحلى طعم. طيب نشوف بقى مين فيهم اللي قريب منه في الصفات الوراثيه والتشريحيه وشكله ولونه وطعمه وريحه لحمه، ونوع فيهم اللي زي البكيني. والبط البلدي اللي قدامنا ده افضل انواع البط، والبط البكيني هو يعتبر اسوأ انواع البط. فهنشوف النهارده ان شاء الله مع بعض انه بط القريب من البط البلدي في الصفات بتاعته، وبناء عليها هيكون هو الافضل. انا بحط لحضرتك النهارده بين ايدك 10 او 13 فرق ما بين البط المسكوف والبط المولر، وحضرتك في النهايه قرر واختار تشتغل فينهم. اول حاجه يا جماعه، البط اللي قدامنا ده البط البكيني. شفنا البط البلدي سواء صورته هو صغير سواء صورته هو كبير، ده البط البكيني، والصوره اللي فاتت هو صغير او هو كبير. هنبدا بقى في الفيديو بتاعنا النهارده ده البط المولر. البط المولر بيكون شبه البط البكيني، وهو صغير، رجليه بيضة، منقاره ابيض، لونه ابيض او في دماغه نقطة سمراء، واحيانا نلاقي بعد واحدة بعد بطة لونها اصفر. يبقى البط اللون الغالب على البط المولر هو اللون الابيض، وقلما نلاقي بطة سمراء. البط اللي قدامنا ده بط مسكوفي، هو الغالبية بتاعت البط المسكوفي والاصل ان هو يكون كله اسود، لكن بنلاقي بعد بطة بيضة. طب هل في اختلاف؟ لا، مفيش اختلاف، لان اولا التاجر عارف. الحاجة التانية المنقار، هنا البط المسكوفي منقاره اهو اسود زي ما حضراتكم شايفين، المنقار اسود، الرجل سمراء قليل لما بنلاقي رجل بيضة، اما البط المولر بيكون منقاره مصفر او مبيض. ده الفرق بين الاتنين. يبقى هما صغيرين بنفرق لون المنقار اصفر في المولر، ورجله صفراء او بيضة، وشعره ابيض الغالبية، او ابيض وفي دماغه نقطة سمراء، او فيه بعض واحدة سمراء. البط المسكوفي منقاره مايل للسمار، رجليه سمراء او محمرة، ريشه معظمه اسود، قلما ان احنا نلاقي فيه واحدة بيضة. البط اللي قدامنا حضراتكم بقى ده البط المسكوفي لما كبر، اعتقد ان هو مش اقرب، لا هو اول نوع قريب من البط البلدي، سواء في شكله سواء في لونه سواء في جسمه سواء في لحمته. لكن هو طبعا بيتميز عن البط البلدي ان هو بيكون اوزانه عالية. البط المولر والمسكوفي وهم كتكوت عمر يوم تقريبا بيبقى نفس السعر، لكن بنلاقي مرة المسكوفي اغلى من المولر بجنيه، ومرة بنلاقي المولر، والمولر يا جماعة اللي هو البغال، ومرة بنلاقي المولر اعلى من المسكوفي بجنيه، ومرة بنلاقيهم قد بعض. ده حضراتكم البط المولر او البغال، شايفين حضراتكم التاني وشه احمر سوداني، شعره ملبط ابيض في اسود، انما ده بنلاقي رجليه كلها بلا استثناء كلها صفرة، منقاره كله اصفر زي ما قلنا، بيطلع فيه بعد بطة سودة، لكن هو بالمنظر ده جسمه مطاول ورقبته طويلة ومنقاره اصفر ورجليه صفرة. اما المسكوفي فجسمه مش مطاول كده، حتى لو مطاول بالطول ده بيكون شايل لحم اكتر. الحاجة التانية بتبقى رجليه يعني حمراء او سودة،
يعني سمرة، وفي نفس الوقت بيكون وشه عليه بروز او كلاكيع حمراء كده، زوايد لحم بتبقى حمراء. ده البط حضراتكم، البط المولر. طيب احنا قلنا بالنسبة للوزن، الوزن وهو واحنا قلنا السعر وهو صغير بيبقى نفس السعر تقريبا، برضو نفس العمر عشان ده نهاية يعني الدورة العمرية بتاعته 3 شهور، والدورة العمرية بتاعت البط التاني 3 شهور. الريش احنا قلنا الريش هنا في البط المولر بيبقى غالب عليه اللون الابيض، الريش في البط المسكوفي بيبقى غالب عليه اللون الاسود. منظر الوش والراس، الدماغ الفرخ، الدماغ البطة، ما فيش على البط المولر ما فيش فيه اي زوايد جلدية وما فيش فيه حمار، هو وش ابيض ومنقار اصفر. اما البط المسكوفي زي ما حضراتكم شايفين بنلاقي فيه زوايد جلدية ولحمية حمراء، دي دل على بلوغه وهو زيه زي البط البلدي تماما. طب بعد كده بنتكلم عن المنقار، قلنا المنقار هنا بيبقى محمر او اسود اللي هو البط المسكوفي، او لونه اصفر باهت جدا، لكن البط المولر بيكون شبه البط البكيني مصفر قوش. نتكلم بقى يا جماعة عن الصوت. الصوت عند البط المسكوفي هو عامل البحة اللي هي بتاعت البط البلدي، بيبح مفيش صوت، هو بيعمل كده كأنه واحد هبطان مش قادر ياخد نفس، فهو ده صوته. اما البط المولر في الاصل انه ملوش صوت، لكن ممكن يدي نفس المقاقية بتاعت البط البكيني، يقاقي زي البط البكيني، يبقى له صوت عالي، لكن في الغالب المفروض ما يكونش له صوت. طب نشوف التفريخ بتاع البط المسكوفي والبط المولر. بنلاقي ان البط المسكوفي هو ناتج من تزاوج ذكر بط مسكوفي وانثى بط مسكوفي. اما المولر، المولر ده بيسموه بط بغال نسبة للبغال، لان البغال طبعا هي بتبقى تزاوج اللي هو ذكر الحصان مع انثى الحمار، فما فيش اصلا حيوان اسمه بغل بيتكاثر، لكن هو تهجين من حصان لحمار. نفس الشيء البط البغال هو تهجين بط مسكوفي او بلدي مع يعني ذكر مسكوفي او بلدي مع انثى بط بكينش. يبقى مفيش، يبقى لما هنتكلم بقى هل البط البغال يرقد ويبيض؟ الاجابه طبعا لا، لانه هو اساسا ما بيجيش بطريقه تكاثر، لا هو لا بيبقى باين ان هو ان كان ذكر ولا انثى، يعني كل البط البغال او 99% منه بيكون وزن واحد، ما هوش باين ان كان ذكر او انثى، وبالتالي هو ما بيبيضش، وبالتالي هو ما لا يتكاثر، هو بيجي نتيجة تزاوج دي ذكر او ذكر مسكوفي مع انثى بكيني. اما البط المسكوفي طبعا بياخد نفس الصفات الوراثية بتاعت البط البلدي، وبيتكاثر وبيبيض وبيرقد على البيض. هنتكلم عن احنا اتكلمنا هنتكلم عن لون اللحم. لون اللحم بتاع البط المسكوفي هو بنسبة 99% زي البط البلدي، لكن احنا قلنا طبعا الاوزان بتوصل البط البلدي مثلا اخره 3 كيلو 3.5، البط المسكوفي لو هو نوع AR41 اللي هو النظيف ممكن يوصل ل9 كيلو، كان زمان بيوصل ل11 و13 كيلو، ولحمته حمراء جدا ومفصصة، وما فيش حد يعرف يفرقها من البط البلدي غير ان وزنه بيبقى عالي يعني ضعف البط البلدي. اما البط المولر هو لونه ابيض يغلب عليه اللون الوردي، يعني هو لونه وردي مش احمر، ما هوش انما المسكوف عامل زي اللحمه بتاعت اللي بنجيبها من عند الجزارين، لحمه حمراء يعني. نفس الشيء برضو في اختلاف في الطعم شويه، البط المسكوفي طبعا شيء يعني ممتع جدا. نتكلم بقى على اخر حاجة وهو سعر البيع. لما نيجي نبيع البط المسكوفي بنبيعه، يعني الناس كتير بتبيعه على انه بلدي، اعتقد بعد ما صارت لحضرتك حوالي 13-14 فرق ما بين البط المسكوفي والبط المولر، حضرتك ادرى انت هتبدأ مشروع ايه.
رجاء بس يا جماعة، أنا كنت انشغلت شوية عن حبايبنا متابعين القناة في الرد على التعليقات، انشغلت يومين أو ثلاثة، وجيت امبارح بقى أدخل عشان أرد على الناس، فلقيت بعض الناس بترد على بعض. يعني ده حاجة مش حلوة لسبب. يعني حد بيسألني طب حضرتك أربي بط مسكوفي ولا مولر؟ أصل أنا حبيت البط المسكوفي. لقيت حد داخل رادد لأكتر من خمس ست سبع أفراد، يقول لهم أنا عن نفسي بربي البط البغال بقالي كام سنة وطعمه أحلى وطعمه أجمل. طب دي وجهة نظر حضرتك؟ الوقت هو الراجل بيسأل عايز يعرف خبرتي انا، او عايز يعرف رايي انا، وانا قلت انا ما بديش رايي. قال لا، بسرد لحضرتك العيوب والمميزات وانت اختار. فيا ريت بس رجاء يا جماعه محدش يدخل يعلق او يرد على حد، عشان ما تبقاش في النهايه ده القناه اللي قالت خليكم في البط المسكوفي او في البط البغال. في نهايه الفيديو بتمنى ان تكونوا استفدتم من الفيديو ده. ما تنسوش حضراتكم تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لحضراتكم كل جديد، وتعملوا اشتراك في القناة. ما تنسوش تشاروا الفيديو عشان ناس كتير تستفيد منه، وتعملوا لايك للفيديو. بتمنى لكم التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان شاء الله برضه هنعمل دراسة جدوى للبط اللي انتوا هتختاروه في النهاية.